السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم؟ احوالكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير، كنتمناكم كلكم تكونوا مزيانين. عواشركم مبروكه، باش كنتمنوا ان شاء الله بالصحه والسلامه. واهم حاجه هي الصحه 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 الصحه، والله راه الا خطاتك صحتك كيخطاك كل شيء. مهم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير اموركم؟ بغيت نقول لكم شكرا بزاف 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 لدعاويكم اللي وصلوني، وشكرا لحبكم ليا بدون مقابل. راه ربي مني كيحب فيك الخلق هذا كيعني انه هو كيبغيك. شكرا البنات على حبكم ليا، شكرا على كلامكم الزوين، شكرا على فيديوهاتكم، شكرا على تسوالكم، الميساج ديالكم اللي زعما والله الا تصدمت بهذه الكميه ديال الحب ديال الناس. انستغرام راه والله ما بقى كيبغي يعطيني فين ندخل نكتب نجاوب الناس. مهم، شكرا لكم كاملين، كنبغيكم الله يعطيكم ما كتمنوا، الله يرزقكم الصحه الصحه الصحه. مهم، غنقول لكم شنو وقع لي بالضبط. غادي نقول لكم كل شيء غدا ان شاء الله. عندي رونديفو غنمشي عند الطبيب. الصراحه مشات ماما شي جوج ديال المرات وما كنلقاوش، كنلقاو كاين شي طبيب اخر، فداك الشيء علاش غدا ان شاء الله. انا حيت انا متبعه مع الدكتور بن طالب، ومن احسن الاطباء انا بالنسبه ليا هنا في تازه زعما هو الدكتور بن طالب. غزال غزال غزال، التعامل ديالو زوين، التدويزه ديالو زوينه، كيحسبك كيحن فيك بحال بنتو قبل ما يحسبك لي انا، كيتعامل زوين كل شيء. انا ولدت عنده وما نكذبش عليكم، ما عمرني نقدر نبدل الدكتور بن طالب، الله يطول لنا في عمره يا ربي. مهم، غادي نعاود لكم كل شيء بلا ديتاي شنو وقع لي، وغدا ان شاء الله ملي غنمشي عند الدكتور غنصور لكم كل شيء وغادي نقول لكم كل شيء ان شاء الله. اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير اموركم احوالكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير على خير، وكاملين تكونوا ناشطين، وكاملين تكونوا مزيانين. لقيتوني دابا نط، غادي ندوش. وبغيت نقول لكم بعدا واحد الميساج، شكرا للبنات اللي كانوا كيسولوا فيا. وعكه صحيه، طونسيو طاح لي، سكر طاح لي، وعكه صحيه، فقر الدم حتى هو عندي، فداك الشيء علاش جاتني داك بحال كي كنقولوا حنا دشايره. طحت على الزاج الصراحه، تجرحت شويه في يديا، تجرحت من هنايا تجرحت من هنايا، المهم جريحه خفاف، تجرحت في رجليا حيت كان عندي الكاس في يدي وطحت وتجرحت شويه، ماشي شي حاجه. فكانت واحد الوعكه صحيه الحمد لله، حنا دائما كنميلوا ما نطيحوش، نمرضوا ونوضوا. دابا بعدا غادي لقيتوني غندخل دابا ندوش، نقاد عليا وجهي، نقاد راسي، نحيد عليا الطاقه السلبيه. ودائما كنقول لكم مصطلح، ولا ماشي مصطلح، قاعده نتاع المرض، قاعده نتاع المرض، قاعده نتاع مشكل، قاعده ديال الحزن، قاعده ديال اي حاجه في الدنيا، عندها 3 ايام، واحد جوج ثلاثه، 3 ايام غادي نوضوا نهزوا الراس، ما بقاوش طايحين بزاف، فهمتوني البنات؟ الا فتي 3 ايام وبقيتي ناعسه 3 ايام، اكثر من 3 ايام وانت مريضه وانت ناعسه، غنكونوا متاكدين غادي تطولوا، غادي تزيدي واحد الوقت اكثر من هذاك، وغادي تسقي طيحه اتاك كي كنقولوا حنايا. فمن الاحسن انه الانسان يدوز 3 ايام ديالو صافي ينوض. لقيتوني دابا غادي نوض، غادي ندوش دابا دغيا دغيا فيت في، وغادي نمشي عند الدكتور ديالي اللي هو الدكتور بن طالب، اللي هو اللي متبعه معاه، باش نشوف المشكل اللي عندي شنو هو، شنو عندي في كرشي. مهم بزاف ديال الحويجات، وغادي نديكم معايا، وهكا تكون عندكم تنتوما شي شويه ديال التجارب. والله يرضي عليكم البنات، كوني قويه وما تخليتش شي حاجه تطيحك. وانا قلت لكم وعكه صحيه، والحمد لله زيد دابا راسي الحمد لله. شوفوا خويو راسكم، حاولوا تخويو راسكم، لا من داكشي ديال الشعواده لا من التخربيق، هادشي وعكه صحيه. انا مريضه، طحت حيت مريضه، ما كاين لا سحور لا بحور لا حتى شي حاجه. اللي بغى يدير شي حاجه راه قال لك لو اجتمع الانس والجن اللي يضرونك فلن يضرونك الا باذن الله. كتحاولي تخوي راسك من داك الشيء، كتحاولي تقولي انه هذا المرض عطاه لي سيدي ربي غنتقبله. يلا نوضي زيدي معايا بلا ما نطول عليك. دابا اختي وانت لقيتيني تبدلت عليك، دابا غندوش وغنتبدل عليك، غادي نولي تيتاز اختي. هانتوما يا البنات، لبست حويجاتي، قديت راسي، نشفت شعري، درت له فر نشفته. تنهضر لكم على واحد الزيت البنات، تنبارطاجيها معاكم، اللي واعره 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 ديال الشعر، واحد الزيت اللي ما يمكنش، غادي توليو ادمان عليها ان شاء الله، راه ما بقى لها والو، غادي تخرج وغادي نبارطاجيها معاكم. واحد الزيت اللي خطيره، اللي صراحه انا شعري توداتو الحمد لله، دابا ما شاء الله زعما طوال وطوالي بواحد الوتيره خياليه. الا عقلتو غير فوقاش قطعت لا فرونج هنايا، لا فرونج هنايا قطعت انا هنا،
شوفوا دابا تبارك الله فين وصلت، وكل مره شكفه كنقطع منها انا، كل مره كنقطع منها. المهم الكبيده ديالي يلاه زيتو تمشي معايا دابا، ماشي عند الطبيب الله يسمع على خبر الخير، غادي نمشي عند دكتور بن طالب اللي تبارك الله ما شاء الله ملميو اللي عندنا هنا في تازه. تبارك الله بالنسبه ليا من احسن الاطباء هنا في تازه. كنفرح ملي كنمشي عنده، واحد الانسان انسان قبل ما يكون طبيب. المهم يلاه تمشيو معايا عندو. انتما البنات لبست دابا هاد لبست هاد اللبسه هادي، ولبست الالينا لبستها اختي، درت لها الضفيرات. المهم راحنا غاديين نمشيو دابا عند الطبيب، نمشيو عند الطبيب اللي ولدك الينا. هو اللي ولدك؟ اه. شنو تقولي له؟ ميرسي دكتور، ميرسي دكتور. المهم اختي يلاه زيدو معايا دابا. يلاه انتوما البنات، هاد الدكتور بن طالب غزال امراض تديتا هما، نسولو حتى على التدي ديالي. المهم حميد عقل ويلي والله الا زعما عقل باش كنت كنجي لهنايا. شوفوا البنات كرشي قداش، شوفوا كرشي، شوفوا كرشي قداش. راه ميمكنش هاد النفخ يكون نورمال، خصني ضروري نشوف علاش هاد النفخ، واش ما عرفتش. المهم حتى لا غير كيديروها. وهاي الكبيدات، هاي الفنات. المهم اختي جيت من الطبيب، دزت لدارنا، ومن دارنا اختي جيت لهنايا ديريكتومون. قلت والو غادي نهضر معاكم، والو غادي نقول لكم شنو وقع. بعدا بغيت نقول لكم على دكتور بن طالب اللي تبارك الله ما شاء الله، الله يخليه ويطول ربي في عمره. الصراحه واحد الدكتور اللي هو عنده ما يقول، عنده تجربه كبيره. دكتور بن طالب راه كاين هنايا البنات او فصل الاتصالات، عنده لاكابين. غير تشدي طاكسي فين ما كنتي الدكتور بن طالب. خصني ننصحكم واحد النصيحه البنات، الله يرضى عليكم، قلبوا راسكم، قلبوا راسكم، قلبوا راسكم. ما تقوليليش انا صغيره لا ما غايجينيش هاد الحاجه، ولا انا صغيره لا ما غاتجينيش هاد المرض. راه اي لحظه يقدر يجيك ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. المهم انا مشيت على حاجه، صدقت في حاجه اخرى الحمد لله. وعلى كل حال انا قلت لكم علاش مشيت على كرشي، فالحمد لله ما عنديش شي حاجه في كرشي، غير انه مصارني كيتنفخوا، مصارني انا عارفهم من الفوخين سوء الهضم. المهم داكشي انا عارفه. الحاجه اللي عندي واللي شويه غاف هو انه لا لاحظت راني كنت محيده حويجاتي، وكان كيقلب لي الدكتور صدري، فلقى انه عندي العروقه نتاع صدري منفخين نتاع الحليب، العروقه ديال الحليب منفخين، منفخين يعني منفخين. ما عرفتش شنو هو هذا المرض، ما عمرني سمعت عليه، ما عمرني حتى حاجه. حاجه وحيده اللي قلت للدكتور، قلت له الدكتور عاد قولي واش زعما شي حاجه خايبه، شي حاجه ماشي هي هذيك. قال لي شوفي ماشي عادي، ما تخافي من والو، ولكن خصنا ضروري نديرو واحد الراديو كبير بحال نقولوا حنا سكانر كبير على الصدر ديالك مور العيد. قال لي مور العيد الصغير، قال لي خرج رمضان ان شاء الله مور العيد خصك تكون عندي، غنديروا داك الراديو وهو اللي غيبين لنا شنو السبب ديال داك النفخ اللي عندك، العروقه منفخين. عطاني واحد المغنيسيوم، قال لي بقي كتشربيه باش تستراحي. مهم الحمد لله. واحد السيده مسكينه قبلي لقى عندها ولد سيسا، عرفتو كانت غادي تموت، وكنت يعني انا اكثر منها، وانا كنثبتها كنقول لها شوفي راه ما عندكيش تخافي. قلت لها محيت الدكتور قال لي راه ما عندكيش شي حاجه اللي كراف، ما عندكيش تخافي، سيري لهنا، سيري تسكن وريها فين تمشي شنو دير. هادي مسكينه بقات كدعي معايا حيت هي دخلات قبلي، ومنين انا دخلت وهذا وماما قالت لها راه شنو غتقلب تصدرها وداك الشيء، هي بقات كتعاني مسكينه باش تشوف شنو كاين، باش تعرف واش انا عندي نفس داك الشيء اللي عندها. فالحمد لله انا ما كان عندي لا ولسيس لا والو، عندي حاجه وحده هو العروق نتاع صدري منفخين. انا ما عارفه شنو هو هذا العروق ديال الصدر اللي كيتنفخوا، ولكن الحمد لله اي حاجه جات من عند الله كنحمدوا عليها سيدي ربي، كنقولوا عليها الحمد لله. فداك الشيء اش كنصحكم الدكتور بن طالب، وضروري البنات الله يرضى عليكم ما تستهلوش بصحتكم، ما تخليش حتى واحد النهار تقولي سيتروتار اجداني كل غير دوز، باش كانت عندي 19 عام وانا كندوز على راسي. سيري قلبي اختي الوالده ديالك، قلبي صدرك، قلبي كرشك، قلبي مصارك، قلبي اي حاجه قلبيها. علاش؟ حيت دابا ولينا كناكلوا واحد الاكل اللي هو ماشي صحي ابدا، ولينا راه واخا نقولوا غنتفاداو وغناكلوا في الدار، غتاكلي شي حاجه ماشي صحيه، ولينا كناكلوا شي حوايج اللي ماشي هما هادوك. المهم بزاف ديال الحوايج كندخلوهم للجسم ديالنا اللي تقدر دير لنا اي حاجه، وفي اي لحظه وفي اي ثانيه وفي اي دقيقه، راه رمشه عين كتقلب الموازين. لذلك البنات قلبوا راسكم، واخا غير مره في 6 شهور، واخا مره في عام، المهم قلبي اختي راسك،
قلبي لي راسك كل مره سيري شوفي حاجه. تبارك الله الدكتور بن طالب عنده ما يقول، عنده ما يقول، كي زعما كيقلب كي كنقولوا حنا دنيه وبزاف د الحوايج. انا صراحه انا كنهضر على راسي والناس الاخرين حياتهم هذيك، مي انا كنهضر على راسي. انا واحد الانسان ما نقدرش نبدل دكتور بن طالب فين ما نحس براسي شي حاجه ماشي هي هذيك، الله يجعلني نغيب عليه 10 سنين غنمشي عنده الله يطول لي في العمر. المهم هذا ما كان البنات، الحمد لله دابا راني بخير. داك العرق اللي منفخ، نتوما البنات الا عارفين شي حاجه ولا فايتين مرضتو داك بالعرق منفخ قولوا لي في الكومونتير شنو هو هاد العروق اللي كيتنفخوا في الصدر ديال الحليب، شنو هو السبب، شنو 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 شنو. انا دخلت قريت عليهم ما بانليش زعما حتى شي حاجه، ما بانت لي اللي غنقدر نستافد منها. والدكتور قال لي شوفي دابا مازال تدير الراديو داك الساعه نعرفوا شنو كاين بالضبط ان شاء الله. هذا ما كان البنات. وبالنسبه للنهار ديال اللايف شنو وقع لي، انا النهار ديال اللايف كنت باخر ضحكه ناشطه، جيت من الحمام كنت نتجمع معكم ندير معكم لايف، فتخيلوا اني انا كندير لايف ديس كنرجف كنرجف تما، كان عليا اني نعرفت ندير الملحه تحت لسان نعرف انا طونسيون طاح. لقيت البنات منين طحت على طولتي اول حاجه طحت على الزاج، ومع بعد راني كنبرا طحت على الزاج رجليا التحت، المهم كلي كلي مدبوحه، المهم كلي كلي وكله الدق. تخيلوا منين طاحت راه غير ربي شاف فيا وجه الرحمه، ما انا كنت غادي نطيح على راسي. انا قلت ندير لكم هذا الفيديو باش نتوما تشوفوني وتعرفوني راني باخر راني مزيانه الحمد لله. تخيلوا البنات قسما بالله الا ما هزيت راسي تلقيت راسي زعما انا راني ما فهمتش كيفاش وصلت للسبيطار، ما فهمتش ما عرفت حتى شي حاجه. فوزنوا لي الطونسيون قاو طايح، مسكينه واحد البنيته جات عندي حتى هي كتفرج فيا ديديكاس ليها من هنايا، جابت لي الفرمري وزنوا لي الطونسيون من قهوه طايح، عاودت وزنت السكر لقيتو طايح. الحمد لله هوت على واحد القرعه ديال الكوكا، بديت كنقلب على الماسك على ود الاكسجين ما لقيتوش في السبيطار. المهم ماشي مشكل هذا ماشي موضوعنا، بقيت كنقلب ما لقيتش صافي. المهم اللي بغيت تخلق يتخلق وتبروا راسكم صافي. خرجت في حالاتي لغدا صبحت كنجري كنشوف شنو كاين هادي هادي. المهم هاد النهار مشيت عند الطبيب ديالي بن طالب، تحيه ليه من هنايا. كرشي راه قلت لكم ما عندي والو الحمد لله، عندي شي حويجات اللي انا عارفاهم ديجا لا داعي انا نبارطاجيهم معاكم، ولكن صدري هو اللي الله عرفت انه عندي العروقه منفخين تاع صدري، يعني تاع التديين بجوجهم بجوجهم، سواء التدي اليمين سواء التدي اليسار عندي العروقه فيهم منفخين. وانا السومني كنحيد حوايج كنقول لماما واحد العرق عندي كنحس به كنشوفه، تقولي ماما يمكن غير حيت انتي بيضه بزاف يمكن غير، ولكن لا. فالحمد لله على كل حال، الله سبحانه وتعالى ملي كيقدر عليك شي حاجه خصك تحمد عليها الله. وهذا ما كان البنات، قلبوا راسكم الله يعطيكم الستر، قلبوا راسكم قلبوا راسكم حداو راسكم وحاولوا تخرجوا من راسكم داك الافكار تاع الشعواده تاع السحارات تاع هادي، حيت شوفوا انا في شعبه راه ما كنكونش مزيانه، انا هادشي عارفه، واني انا كنبغي نقنع راسي انه داك الشيء راه بالرضا ديال الله سبحانه وتعالى، خصني نحمد عليه الله ونشكره. حيت راه قلت لكم لو اجتمع الانس والجن اللي يضرونا كفر ينضرونا الا باذن الله، يعني خصني نقول وكنقول في عقلي انه هادشي اللي واقع لي دابا راه بالرضا ديال الله سبحانه وتعالى، كون ما بغاش الله راه ما غيوقعليش، اذا غنحمد الله على داكشي غنحمدو ونشكرو. صافي هذا ما كان البنات، بدا كيجيني النعيسات حيت الصراحه ما كنعش في الليل، ودابا بداك حيت داك الدواء اللي عطيت اللي عطاني كينعسني، فبدا كيجيني النعيسات الكوبيدات ديالي. تهلاو لي فراسكم ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو جايه، والله يسهل عليكم اجمعين، والله يبعد عليكم مضره، والله يشافيكم ويشافي جميع أمة سيدنا محمد، وأي واحد عنده شي حاجة بغاها في حياته الله يوصلوا ليها. وحدوا راسكم وحدوا صحتكم، حيت الصحة راه ما كتبع ما كتشرى، والصحة راه كنز ما كيعرف به وما كيحس به غير اللي فاقدو غير اللي ما عندوش. هذا ما كان الكوبيدات ديالي، بزوات ليكم، تهلاو لي براسكم.